الحياة الزوجية مشاركة بين شخصين، ممكن يختلفوا بالطباع والاحتياجات بس بيتفقوا على شيء واحد وهو حاجتهم للشعور بتقدير الشريك. ويمكن من أكثر الأمور يلي بتجرح المرأة هي صعوبة التعايش مع رجل بخيل عاطفياً، ما بيقدر يعبر عن مشاعره وحبه ولا بيقول أي كلمة دافية. بخبرية اليوم رح يعرفنا ورد عن أبرز النصايح للتعامل مع الزوج البخيل عاطفياً. بتحبوا هالقصص أنتوا تماماً، يعني جنس النساء بحبوا الرجل اللي بيعبر عن مشاعره ولو كان كريم مادياً بس ما بيكفي. البخل العاطفي مشكلة ممكن تسبب فتور أو انتهاء مشاعر الحب بين أي طرفين، لهيك الخبراء قدموا مجموعة نصائح. وأولا مساعدة الزوج على تعزيز ثقته بنفسه، وهيك ما رح يخاف من فقدان هويته بحال أبدى عاطفته تجاه شريكة حياته، لأنه بعض الرجال بيعتبروا التعبير العاطفي عن الحب لزوجاتهم أمر ينقص من الرجولة، فلذلك هذا الموضوع ما لازم يكون. النقطة الثانية، التعبير المتواصل عن المشاعر تجاهه وعدم الاستسلام حتى وإن كان الزوج ما عم يبدي أي تفاعل بالبداية، فمع الوقت رح يقدر يتعلم طريقة لإظهار مشاعره، لأنه موضوع البخل العاطفي ممكن يكون سببه نشأة الرجل، يعني نشأة الرجل الجافة من العواطف وتربية البيئة المحيطة له، فما بيكون متعود على التعبير عن مشاعره بمعظم الأحيان. النقطة الثالثة، اللجوء للحوار معه دائماً، لأنه هي أفضل وسيلة للتعامل مع الرجل البخيل عاطفياً، كونه بتمنع شعوره بالاستفزاز وبتعزز الأمان الداخلي بنفسه، ويفضل الابتعاد عن توجيه الاتهامات له أو التهرب من المواجهة أو المصارحة. النقطة الرابعة، ولأنه هالصفة بتنشأ بمعظم حالاتها، يعني صفة البخل العاطفي نتيجة قلة ثقة الرجل بنفسه، فمن المهم أنك يا عزيزتي السيدة تخليه يثق بأنه هالعلاقة مستمرة ودائمة، وحاولي تقدمي له العاطفة من دون انتظار المثل وتحكي له كلمات حلوة، مع الوقت رح يعتاد على سماعها وبالتالي رح يقولها. خامساً وأخيراً، المشكلة ممكن تكون بالزوجة نفسها. ركزوا على هالنقطة، المشكلة ممكن تكون بالزوجة نفسها وطريقة تعاملها مع الزوج، الأمر يلي بيدفعه للبخل والجفاء. فإذا كنت مقصرة بشي معين ما رح تعترفي، رجعي فكري مرتين وثلاثة، بتلاقي بعض النقاط اللي لازم تبلشي بإصلاحها، وتطالبي الزوج لاحقاً إنه يكون لطيف وكريم عاطفياً ويسمعك الحكي المعسول والحكي اللي جداً لطيف. تماماً ورد، هاي النصائح كتير مهمة لازم ناخدها بعين الاعتبار.